زي ما قلنا في الانترو، الحمام الزاجل ده كان بيتم استخدامه قديما في تبادل الرسائل في حالات الحروب، وحتى كمان ممكن في المراسلات العادية في حالات الحب، يعني حاجات زي كده. لكن الموضوع ده انتهى مع تقدم بقى وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتواصل أصلا المختلفة وتقدم الزمان. فناس كتير ما تعرفش كمان ان الحمام الزاجل ده لسه موجود لحد دلوقتي وليه سباقات وكمان ليه اتحاد. ده بقى الجديد. خلينا نعرف اكتر مع كابتن احمد خليفه رئيس اتحاد الحمام الزاجل. صباح الفل. وقبل الفقره دي انا ما كنتش اعرف ان ليهم اتحاد حقيقي. صباح النور يا فندم، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا فندم، سعداء بوجود حضرتك معانا. وزي ما كنت بقول لك من شويه، اللي انت بتعمله ده انا ما اعرفش هو يعني منبعه هوايه بحته ولا داخله فيها برضو ايه شكل اداري بقى واتحاد وحاجات زي كده، بس انت بتعمل حاجه مريحه للاعصاب جدا. هي متعة، هي هواية ترفيهية جميلة ويدخل فيها شق المنافسة. احنا بالنسبة لنا هو شق هواية وشق إداري. احنا الاتحاد المصري للسباق الحمام الزاجل تابع لوزارة الشباب والرياضة، مؤسس سنة 1976. 76 يا فندم. تعرض كده لوعكة لما جت انفلونزا الطيور دخلت مصر في 2006. رجع فاق منها في 2017 وبننهض بيه مرة أخرى ورجعنا تاني انضمينا للاتحاد الدولي، لأن الهواية دي منتشره في جميع انحاء العالم، وهوايه داخل فيها شق الاحترافيه كمان، ما بقتش هوايه يعني زي دوري كره القدم زمان كده كان هوايه، دلوقتي بقى محترفين. حاليا بنوصل للمرحله دي او العالم وصل للمرحله دي واحنا بنحاول نحصل. طيب ممكن نبدا كده مع حضرتك الاول، يعني تحكي لنا كابتن احمد القصه بدات معاك ازاي، يعني ازاي اصلا فكرت ان حضرتك تهتم بفكره حمام الزاجل وبعدين اخش فكره المسابقات والاتحاد، يعني خلينا نعرف بدات منين. كان عندي اصحابي وناس جيراني بيربوا حمام. ممكن صوت حضرتك؟ كان عندي كان عندي اصحابي وناس جيراني بيربوا حمام، فبدات كاصحاب بنخرج مع بعض، رايح فين راح اشوف الحمام، فبدات اروح اتفرج معاهم، فلقيت حمام اشكاله جميله جدا. لان الحمام انواع كتير غير الزاجل، في الملوكي والحاجات دي. انا بحب غية حمام فوق سطوح كينج، حمام هزاز، حمام غزار. فبدات اتفرج فربيت جميع انواع الحمام، الى ان في 1990 عرفت ان في حاجه اسمها اتحاد لسباقات الحمام الزاجل، فبدات انضم اليه واشترك فيه. سبت بقى كل الحمام وبدات اربي زاجل بس. ومن يومها بدانا بقى نشترك في السباقات، والمنافسات كمان بتخلي فيه تحفيز لحضرتك ان عادك تشاركي وتطوري من ادائك وتطوري من مستواكي عشان تفوزي دايما وتكوني في المقدمه. طب وايه اللي مخلي الزاجل تحديدا مختلف عن بقيه الانواع، بدليل ان هو اللي كان بيستخدم زمان زي ما كانت نهاوند بتقول كده في المقدمه في حالات الحرب، الرسائل كانت بتتبعت والجواسيس كانوا بيشتغلوا برضه من خلاله، وحتى في ازمنه لاحقه يعني كان هو وسيله التواصل بقى قبل التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها. كنت بقول لها حتى ده كان واتساب المرحله. يعني ايه اللي مخلي الحمام الزاجل بصفه خاصه عنده التفرد ده وتمرينه اصلا؟ يعني الحمامه ازاي بتفهم ازاي، يعني عايز اعرف. هو سبحان الله دي الفطره اللي ربنا فطره عليها، انه بينتمي جدا لمكانه. حلو. يعني مكانه بيته ده يموت علشان يرجع، يعني بيجي لنا حمام ساعات من السباقات فيه اصابات مميته، لكن بيصمم على العوده والرجوع. احنا بالنسبه لنا الفطره دي بناخدها بنطورها بحيث انه بيرجع لمكانه اسرع، لان حمامنا حمام سباقات مش عوده. يعني حضرتك ممكن تاخد الحمام، حضرتك ساكن في القاهره تاخد ترميه مثلا من اسيوط، ما يرجعش وخلاص، يرجع بسرعه سابق زمايله. بنمرن الحمام كل يوم فوق البيت من ساعه لساعتين عشان يبقى عنده لياقه بدنيه عاليه، بنبدا التدريبات معاه تدريجي، بنستخدم له مكملات غذائيه كتير. العلم احتار ازاي الحمام بيقدر يرجع لبيته. بالزبط. في راي كان بيقول انه دماغه فيها جي بي اس بيحدد الشمس. دماغه فيها جي بي اس، ودي ممكن تكون يعني ده الاقرب للحقيقه. لان هم لما حطوا مغناطيس على دماغه وربطوه وغموا عينيه الاول، رجع جنب البيت. ياه، غموا عينيه. رجع بيت جنب البيت. يعني هو عشان للدرجات دي كان فيه يعني دقه يعني. قرب. لما حطوا له مغناطيس تاه. ارتبك. ارتبك. فما فيش تفسير واضح، لكن ده الاقرب للحقيقه. هو يعني عموما فكره، يعني ممكن نستوعب فكره ان الحمام نتيجه يعني ان ربنا زي ما حضرتك بتقول فطره على الفطره دي، فكره انه عنده دايما الخاصيه بتاعته انه يرجع لبيته. هو الفكره مش انه يرجع في بيته، الفكره في انه يروح مكان غير بيته اصلا. اللوكيشن ده بيتظبط ازاي؟ وبعدين لو الحمام الزاجل كان بيستخدم زمان زي ما كنا بنقول فكره في حالات الحرب، فممكن جدا يبقى الحمامه الواحده عندها اكتر من مهمه في اكتر من لوكيشن. لا يا فندم. ولا بتمشي لا ازاي؟ لا لا يا فندم، انت حضرتك اللوكيشن هو لوكيشن بيته بس. اوكي. حضرتك بتاخده في عربيه وبتنقله للمكان المراد منه الاطلاق، هو بيرجع بيته.
وما بيعرفش حضرتك بعد كده. انا بكلمك على العصور السابقه. لا كان برضو نفس الفكره، هو بياخد حمام من عند حضرتك من القاهره، انا حضرتك في المنصوره مثلا وانا في القاهره وعايز ابعت لحضرتك جواب، بياخد حمام من عند حضرتك. بتاخده الاول بقعده عندي شويه أوكي. لانه مهما تمر السنين هو بيته ثم بيته ثم بيته. اوكي. مهما يقعد. انا ما عمريش بقى عرفت التفصيله. لا لا لا، ومهما بتاعت ان المرسل اليه بيبقى عنده الحمام الاول. ايوه ايوه هو بيستلمه الاول. طيب احنا عندنا يعني نقدر نقول كم واحد محترف اصلا في هذه الرياضه، يعني لو هنتكلم بقى تحديدا وعلى الاتحاد والكلام ده كله؟ احنا يا فندم عندنا حوالي 10,000 هاوي حمام زاجل في مصر، مسجل عندنا حوالي 3,600 عضو متسابق بيمارسوا السباقات. عشان الاتحاد راجع المفروض ان شاء الله السنه الجايه هيكونوا 10,000 كلهم مسجلين عندنا في الاتحاد باذن الله. ده رقم يعتبر يعني كويس صح؟ ده رقم كبير. رقم كبير، احنا اقدم دوله في الشرق الاوسط في الهوايه دي ونعتبر الاكبر عدد فيها. اوكي، بس شكل السباق نفسه بيبقى عامل ازاي؟ شكل المنافسه وطبيعتها بتكون عامله ازاي؟ حضرتك بتحاول توصل حمامك لاعلى فورمه بدنيه وذهنيه، لان الفورمه مش بدنيه بس، ذهنيه كمان، لازم الفرد الحمام يكون في بيته حالته النفسيه كويسه. الله، يعني التاهيل النفسي شغال حتى على الطيور والدواجن. احنا بنتكلم كتير في اهميه التاهيل النفسي. النفسيه لازم يكون هو مؤهل كمان نفسيا. اوكي. وحضرتك وده بيحصل ازاي؟ ازاي بتؤهل الحمام؟ انا بتابعه وبعرفه زي ما يعني بنشوف بعض، انا اعرف حضرتك مبسوط او زعلان، متضايق او لا، بيته ما حدش بيدخل في بيته يضربه مثلا. ده في حد تاني دخل اعتدى عليه، ما فيش حاجات جوه اللفت احنا بنظبطها، زائد من الحمام انا بشوف اعرف ملامحه متغير في سبب، بدور على السبب جوه اللفت. بدور على السبب جوه اللفت، زائد ممكن يكون اصابات، يعني ممكن يكون فرد الحمام واقف قدام حضرتك سليم، لكن لما تمسكه في ايديك وتتفرج عليه وتقلبه تستشعر الاصابه، تلاقيه مخبوط متعور، لانه بيتعرض لاصابات اثناء رحله الطيران فوق البيت حتى او في السباقات نفسها. بنبدا نمرنه 2 كيلو في 4 كيلو في 8 كيلو في 16 كيلو، اثناء هذه التمارين بنستخدم معاه مكملات غذائيه وادويه، وبنبدا نحطه في السباقات. بس في الاساس بنختار حمام يكون مشهور عنه الفوز اصلا، يعني جيناته مكسب، مش اي حمام زاجل وخلاص. عند حضرتك يعني في فرد في بلجيكا بيتباع 1,600,000 يورو حمام النهارده بقى. حمامه؟ حمامه واحده. مليون و600,000. الحمام داخل النهارده اقتصاد وانساب، حضرتك في حاجه اسمها البيدجري او شهاده النسب. شهاده النسب دي لغايه 7 جد. هي بتعيش لقد ايه يعني الحمامه؟ ممكن لغايه 17 سنه، منتجه لغايه من 10 ل 12 سنه. هو اصلا بيتذبح النوع منه ده؟ بيتذبح؟ لا حرام طبعا، يعني ما هو حمام. لا انا بحاول افهم قيمته المعنويه عند حضرتك عاليه جدا. وايه اللقطه دي برضو؟ ده اثناء اطلاقه من السباقات. انتوا بتعرفوه من بعض ازاي؟ انا مش فاهمه على فكره، انا عايز افهم اكتر. بنعرفه يعني لو 10,000 فرد حمام، انا اطلع الفرد بتاعي من وسط ازاي؟ ملامحه عارف ازاي؟ سبحان الله بقى، هو يعني احنا بنعرف سبحان الله. فسبحان الله هو عشق وحب، يعني هم شبه بعض اصلا يا كابتن. واللي احنا شايفينه ده البيوت بتاعت ده الغيه بشكل جديد لغيه الحمام ولا ده ايه؟ ده قفص النقل، ده قفص الشحن. اوكي. ده بنشحنه في القفص دي، وده طبعا بنشكر الهيئه العامه للخدمات البيطريه اشتركت معانا السنه دي وعملت مجهود كبير في التعقيم والتطهير والموافقه على السباقات، والناس بذلت معانا جهد كبير جدا. اوكي، يعني دي صناديق النقل، لكن بيوتهم العاديه اقرب لشكل الغيه التقليدي بتاع زمان. لفت، لكن مش غيه زي بتاعت غيه الغزار. غيه الغزار بتبقى عاليه مرتفعه فوق كده اصلا في المنازل بشكل كبير، حضرتك لو ماشي طبعا دايما فوق سطوح عاده. احنا لا، احنا اللفت بتاعنا المفروض يكون ارتفاعه 2 متر. اوكي. ما يزيدش عن كده. ودي برضو تخلي طبيعه الزاجل مختلف عن بقيه الانواع. طبعا، لان انا المفروض ان انا عايز امسكه علشان اجهزه للسبق واحطه في القفص اللي حضرتك شفته ده، فلازم ما اجريش وراه كتير في اللفت عشان ما هفتوش، عشان يفضل محافظ على طاقته ولياقته البدنيه ما يفقدهاش داخل اللفت. زاد فرد الحمام لما بتجري وراه في اللفت بيعطش، والمفروض ان بياخد المسافه مره واحده، ما بينزلش، لو نزل عشان يشرب او ياكل ما بيكسبش. اوكي. ده موضوع مليان تفاصيل. حلوه قوي اللقطه دي. جدا جدا. طب هو حضرتك بتبقى عارفه، هو بيبقى عارف الاونر اللي صاحبه برضو؟ هو عارف البيت اكتر. عارف البيت. عارف البيت اكتر، هو الفكره ان هو اول ما بيتولد بيلبس رينج كده، الرينج ده بيكون عليه السنه والسيريال نمبر واسم الدوله. اوكي. ده بيتولد بيها وما بتتقلقش منه الا لما يموت. اثناء السباقات بقى بنلبسه رينج تاني الكتروني بيقبل داتا. بياخد الداتا اللي في الرينج الاولاني وبنحط الداتا بتاعه صاحبه والفرد نفسه لونه ايه، هيترمي من مسافه ايه، اسم محطه السباق ايه. أوكي. في بورد الكتروني كده، في ساعه في ايد المتسابق وماستر كلاب في النادي، لما الحمامه بترجع تقف على البورد ده، فالبورد ده بيقول الحمامه دي جت امتى، الساعه كام، الدقيقه كذا، ثانيه كذا، كسر الثانيه كذا. المسافه على الزمن بتديني السرعه،
يعني ممكن حضرتك في القاهره اللوفت بتاع حضرتك في القاهره وانا لوفتي في الشرقيه انا ممكن اكسب حضرتك مع ان حضرتك جايه قبلي. اوكي. طبيعي ان حضرتك تيجي قبلي بوقت، بس انا بشتغل على السرعه، المسافه على زمن بتديني السرعه. مفيش مره حضرتك كنت بذلت مجهود ووقت طويل مع فرد حمام معين مثلا وكنت مهتم بيه جدا وشايف ان هو يعني الفرد ده واعد قوي في السباقات الفتره اللي جايه، وفي مره من المرات وانت بتمرنه مثلا تلاقي لك حد مثلا ريزل ببندقيه رش عامل حاجه مش على مزاجك؟ بيحصل عندنا مفاجآت كتير جدا. يعني ساعات اكون مركز مع فرد حمام وحاطط يعني امل ان الفرد ده هياخد الاول ويضيع مني في التدريبات، فرد حمام تاني خالص ما كنتش مديله اهتمام قوي ويفاجئني ان هو ده البطل. كان عندي حمامه كسبانه 21 مره بعمل لها تدريبه من حوالي 70 كيلو ضاعت، وهي كانت مرميه 450 كيلو. فغالبا اصابه. يعني غالبا اصابه، وبعدين الحمام زي البني ادمين كده زي فرق الكوره، النهارده انا متوفق بكره مش متوفق، حالتي النفسيه كويسه، حالتي البدنيه مش كويسه، فغالبا دي اصابه يعني. حلو ده يا كابتن احمد، والله الموضوع يعني مش بس هوايه، لا ده اتحاد ومسابقات وجوائز وميداليات ومنافسه عنيفه جدا، منافسه عنيفه جدا. يعني حضرتك ده كان 4000 طير تقريبا بيسابقوا بعض، ساعات بنوصل ل 12000 12000 حمامه بيسابقوا بعض، مين هياخد الاول على ال 12000 ده؟ فبتبقى حاجه جميله. طب انتوا يعني زي اكتيفست يعني بتسعوا ان توقفوا عمليات الشوتينج اللي هي بتحصل في بعض النوادي اللي هي ضرب يعني هو ده بيبقى الزاجل برضو اللي هو بيتدرب ده ولا؟ المفروض مش زاجل، المفروض ان هم الصيادين دول وحرام في كل الاحوال يعني. هو في موسم الهجره بيصطادوا الطيور المهاجره، ساعات يضربوا على الحمام. احنا دلوقتي حاليا مواعيدنا بتخالف موسم الهجره، فالصيد صعب ما بقاش زي الاول، لكن برضو بنتعرض لبعض المضايقات من بعض الهواه اللي ما بيسابقوش معانا، بيطيروا الحمام على الحمام فبيرهقوه بدنيا، فالحمام بيستسلم فبينزل في لفته غلط بيكون سبب الفقد، وبنحاول نلسق معاهم ان يا جماعه وقت السباقات ما تفتحوش لحمامكم عشان حمامنا يقطع طريقه مره واحده. هو اصلا ضربوها، ما احنا كان عندنا في نادي الصيد ووقفوا الموضوع ده، كانوا في الشوتينج بيضربوا على حمام، دلوقتي بقت هي الاطباق دي. هو يعني كمان من ساعه واحنا في التراك نلاقي حرام واقعين مش بيبقوا ميتين، بيبقى فيهم اصابات. بس ده حمام بري او بلدي غير حمامنا، بس ستيل يعني ما ينفعش. بس كمان الحمام بصفه خاصه يمكن ليه خصوصيه كده نفسيا في اذهان ناس كتير، انه كمان رمز للسلام. طبعا يعني طبعا يعني دونا عن بقية ليه بقى الطيور. صحيح ليه عايز استاذ احمد يجاوبني على عدد الاجابه. حضرتك احنا بنشارك كمان مع الكليه الحربيه في احتفالات تخرج المستجدين والدفعه وكل دفعه واطلاق الحمام في حاجه اسمها سلام الشهيد. بنطلق الحمام للسلام، لان المفروض ان الحمام كائن مسالم بطبعه، ما هوش زي العقاب كده زي ما حضرتك شفت كائن هجومي او كائن جارح. الحمام كائن مسالم، ولكن احنا حمامنا الزاجل فيه ميزه كمان، انه رمزيه السلام ورمزيه الانتماء، انه بينتمي لوطنه مهما حصل، وان بيته او وطنه هو رقم واحد في حياته. اوكي حلو، فهي جايه من هنا. اوكي فالرمزيه عندنا رمزيه سلام ورمزيه انتماء كمان. انا متاكد ان في ناس كتير يعني كسبت معلومات جديده من خلال وجود حضرتك معانا، اتاكد ان في اكتر من حد ما يعرفش عن الحمام غير انه بيتحشي فريك، فاحنا بنقول كلام مختلف تماما في الفقره دي. لا ده هي صناعه كمان، في دول كمان جزء مهم جدا من اقتصادها قايم على الحمام الزاجل، وبدا هنا في مصر يبقى في صناعه يعني في 1.3 في مصر، في 2 بدأوا يبقى صناعة، بيدوا جوائز نقطة، بتدي جوائز كذا مليون ونقطة تانية كذا مليون، داخلين في مرحلة تانية خالص إن شاء الله. ربنا يصلح لكم الأحوال. لا وباين يعني بجد التأثير ده على حضرتك، يعني شخصية بجد أنا مش بجامل حضرتك، هادية رزينة كلامها يعني بيبان أكيد حضرتك ده دي طبيعتك. ربنا يعني يخلي حضرتك يا فندم. هو طبعا أي حد بيكون مدير في أي حاجة لازم يكون هادي وعاقل ويحسب قراراته ويحسب كلماته عشان يبقى مدير ناجح يعني. لا بالتوفيق يا كابتن احمد، ونورتنا حقيقي. شكرا لك يا فندم، اتشرفت بحضرتك يا فندم، وان شاء الله نلتقي مرات ومرات على خير باذن الله. ربنا يخلي حضرتك يا فندم، اتشرف والله. ربنا يخليك، شرف لينا. احنا هنستاذن حضراتكم، هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا. اتفضل.